الحاجه اللي ما يلزمش اي تلميذ باك يعملها هو انه يخالط عباد سلبيين يحطوا لهم معنوياته وما يخليهوش يقرا على راحته ويزيدوا عليه الضغط في عوض ما يخفوه. شويه ثقه في النفس، شويه صبر، وما هو الامتحان مرينا به الناس الكل ونجحنا فيه. دونك ما فماش داعي باش نعقدوا الامور اكثر من اللازم، وقدره ربي تجيبوا حاجه كما تحبوا انتم واحسن. تجربتي مع القرايه اونليني كانت فريده من نوعها، خاطر فول عام ما كنتش نعرف عليها برشا حاجات، بعد فاجئت لي هي حاجه تعاون برشا، خاصه في المحتوى اللي نلقاه في المنصه عاوني برشا نعرف شنو واش يجيني في الامتحانات. حاجه اخرى زادة نقراو من اول عام بلانينغ واضح، أساتذة متوفرين في كل الوقت، اي سؤال ما يجيش على مخك في القسم تنجم تعاود تسالو، يعطيونا البلوس واكثر، ونحب نشكر الناس كلها.